بالنسبة لشو؟ بالنسبة لكتاب ابنك. ليش شو كتاب ابني؟ هي الحمد لله كل شيء على احسن ما يرام، كتبنا كتابه وعلينا جوابه ومشي الحال، وان شاء الله الشهر الجاي مثل ما اتفقنا مع اهل العروس رح تصير حفلة العرس والدخلة، وان شاء الله بدوام الهنا والسرور. بقى شوفي شيء تاني. ما اختلفنا ابو رشاد، بس كل الناس عم تحكي عليك اذا مالك دريان. الناس عم تحكي علينا؟ ليش؟ شو عملنا عاطل لا سمح الله؟ كلهم عم يقولوا انه عملت لابنك كتاب بدون ما تقرا له مولد، ومو هيك جرت العادة؟ صحيح يا ام رشاد صحيح، بس الظروف حكمتنا، يعني الشغلة ما كانت بايدنا، وانت بتعرفي قبل كل الناس انه الخطبة والكتاب تموا بسرعة. يعني بظرف يومين كان الولد شايف البنت، والبنت حاكية مع اهلها، واهلها شافونا وصاروا النصيب، وانكتب الكتاب بسرعة. بقى لا لحقنا نعزم حدا ولا نعمل حفلة مثل ما كان لازم يصير. لا ما بيصير ابو رشاد، عيب يعني مو اصول. يا ستي ولا يهمك، بكرة بنعمل حفلة عرس مطنطنة، وانا بساعد اهل العروس بكل المصاريف، يعني بحفلة العرس منطالع الفرق كله. الا لا تواخذني بهالكلمة، يعني مو حكي هاد، الناس بتصلي على الحاضر. ما فهمت عليكي، شو المعنى؟ المعنى انه مو مهم نعمل كتاب ونعزم بس كاتب المحكمة وشوية قرايبين، ايه ما حلوة مشان قيمتك؟ شي؟ لسه بتقلي مو حلوة؟ ليش نحن كان معنا وقت وقصرنا؟ لك اهل العروس مستعجلين، ما اعطونا فرصة لحتى نعمل مولد يا مرا. ايه ما صار شي، هلا بنعمل مولد؟ بعد ما انكتب الكتاب وخلاص. ليكو التاني ليكو. شو عليه؟ شو صار ماضي عليه؟ يعني ما صار ماضي اسبوع؟ شو في يا ام رشاد؟ إذا بدك تضلي تسمعي حكي النسوان وتعطي إذنك لمين ما كان رح يتعب راسك. يعني فكرك رح يتعب راسي إذا مشيت على أصول؟ بعدين وينك؟ نحن من زمان حابين نعمل مولد، يعني من وقت ما اشترينا هذا البيت، يعني يلي بقصده بهالحالة إنه نحن بنضرب عصفورين بحجر. بقى الله يوفقك، الله يخلي لي إياك، خلينا نعمل مولد ونعزم هالناس لحتى يكون تمام الأمور كلها على خير. والله أنا ما عندي مانع، وبتعرفي معزة رشاد عندي، بس مثل ما عم بقلك، بعدين بيني وبينك طالع عليك صيت مو حلو منه. صيت؟ شو هالصيت بقى؟ قال انت بخيل كتير، ولحتى توفر على حالك لغيت قصة المولد من عين اصلا. انا بخيل؟ هالكلام مو من عندي انا، هيك الناس بالحارة عم تقول. ما فهمت عليكي، هلأ الناس بالحارة عم يقولوا عني بخيل؟ ايه شبك مستغرب؟ اسمعوا التاني على الحكي، ليش انا بخيل فعلا؟ لا والله على سلامتك، يا ريت كل الرجال مثل حكايتك على اهل بيتك وعلى حارتك. لكان مين اجاني هالصيت هاد؟ ما بعرف انا، لا تتلبسني انا ما دخلني. ها طيب مين قال لك هالحكي؟ مو واحد اللي حكى هالكلام، اكثر من واحد. ام رشاد لا تكوني عم تفوتي فيني ببواب مشان اعمل المولد، اذا مشان هيك خلاص اطمني راح اعمله ومثل ما بدك بيصير. لا والله مو مشان المولد، بس الناس عم تحكي عن بخلك. لسه بتقلي بخيل؟ ليش مين فتح سبيل المي بالحارة؟ ومين عمر جامع المصلبة؟ ومين اشترى أرض الأوقاف حتى تصير جنينة بالحارة؟ والله صحيح يا أبو رشاد. معقول؟ معقول أنا ينقال عني بخيل بعد كل هالأعمال هاي؟ يمكن الخدمات العامة الناس عم تنساها أبو رشاد. لا 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 لا، أما هاي سمعة لا. اسمعي يا ام رشاد، انا بعتبر هالمال يلي معي هو مال الله، وانا مالي فضل بجمعه نهائيا، الله سبحانه وتعالى موكلني توكيل على ادارة هذا المال وصرفه بحيث ينتفع منه كل الناس. هو صحيح يا ابو رشاد، بس هيك عم ينحكى بنظافة المختار، يعني بالمشرمحي، لا هو شخص واحد يلي عم يحكي هالكلام لحتى نقول مستقصدك، ولا هو. ولك الجمعية الخيرية تبع البر والإحسان إلى مني كل شهر ما فتحوا رزق، بقى ليش لحتى يطلع علي صيت؟ المهم هلأ نحنا لحتى ما يزيد الحكي عليك نعمل مولد لابننا. ايه شو عليه؟ بنعمله ليش لا؟ ايه هيك ها، تسلم لقلبي إلهي، شو إنك فهيم وعقدتك يسري. بس بتعرفي يا ام رشاد شو عم يدور ببالي؟ خير ابن عمي؟ جاي على بالي اقلع عين الناس وخليهم يحكوا عن كرمي طول عمرهم. شلون بقى؟ اسمع،
بالمولد بيوزعوا صرر ملبس، ما هيك؟ ايه، وبيعملوا كمان رز بحليب او محلاي. مو مشكلة، رح نقدم محلاي وكشك الفقرة ورز بحليب وهيلطية، وخلي الناس تاكل يلي بتريده. مو القصة بس كيف لك؟ بدي حط بكل صرة ملبس ذهبة رشادية. يوه، ذهبة بكل صرة؟ وليش لا؟ حتى يعرفوا انه المصاري مو بعيني، واليد العليا خير من اليد السفلى. وبدك تعزم ناس كتير؟ المشكلة بيتنا مو كتير كبير، بس ولا يهمك، الناس بتقول لبعضها، ورح خليهم إجباري خصم عنهم يقولوا عني إني كريم وسقي. يروح الله يمد برزقك يا رب، والله هي أحلى فكرة بتخطر على البال. ولا يهمك، رح أعزم أهل الحارة كلها، والمولد بإذن الله يوم الخميس الجاي. تقبر عظامي يا أبو رشاد، شو نيتك صافية وقلبك طيب. كل من إله جاه عند رب العالمين. آمين يا رب، الله يجعل بداية العيشة. الله يسمع منك. إيه أختي، قومي، صار وقت الضيافة، نادي لرشاد خليه ياخذ يضيف ملبس. يلا. على راسي وعيني. نعم خالتي. خذ صرر الملبس تقبرني ووزعها على المعازيم، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي ويخلي لنا اياكي. خود امي، هات يا امي، وزع هدول وتاخذ الباقي. على راسي يا امي.
تفضل عمي تفضل. نتهنى يا عريس. الله يبارك فيك. مبروك. ان شاء الله الف مبروك يا ابو رشاد. الله يبارك فيكم وعبال الحبايب كلها. تسلم يا ابو رشاد. تسلم تسلم. ليك محمود، ليك شو حاطط بسرة الملبس؟ معناتها حاطط بكل سرة ليرادها. بس ليرة واحدة؟ العمى شو بخيل، معه كل المصاري ما بيحط غير ليرة واحدة، ايه حط ليرتي. لك اسيدي معروف عنه ابو رشاد انه بخيل وايده ماسكة، هيك الله خالقه هيك طبعه.